الطبقات الاقتصادي العالمي، تراجع أسعار النفط، والغزو التكنولوجي الذي يهدد 5 ملايين شخص حول العالم أغلبهم من النساء بفقد وظائفهم. فهل ستكفي 26 درجة تحت الصفر في إخماد لهيب مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي؟ كونوا معي، أنا رولا الطراوني من قلب جبال الألب السويسرية هنا من دافوس على شاشة CNBC عربية. يعلم جيدا من هو محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقاري. أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربي. الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الحكمة للأدوية. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة دماك العقاري. رئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة السلام العالمي. أهلا ومرحبا بك. رئيس التنفيذي لشركة دانا غاز. لكي سعر النفط كنا بنعرف انه ما حدا بيعرف شو رح يكون سعر النفط من هون لشهر شهرين اما ثلاثة. في ناس بيتوقعوا انه بيطلع وبينزل، بس نحنا مجبورين نعمل استراتيجية تبعيتنا وخاصة التكنولوجيكال استراتيجي شو ما كان سعر النفط. يعني مجبورين نحسب حساب انه معقول سعر النفط ينزل بعد اما سعر النفط تطلع. شفنا سعر النفط $100 ومعقول نشوف سعر النفط $20. بس شو ما كان هسعر النفط وما حدا بيعرف شو رح يكون، مجبورين يكون عنا عربيات تقدر تنبيع وتقدر تتطور شو ما كان سعر النفط. بقى التكنولوجية تبعيتنا هي أكتر شيء بيزد على مش بس الإميشنز، مش بس سعر النفط بس أوصوا عن الإميشنز، بس كمان في تطورات بيعطوا مصلحة للي عم بيسوق. مثلا عندك الأوتونومس درايف، يعني العربيات بالتحرك الذاتي، وهي دول رح يتطوروا ونحن رح نكون من أول الشركات رح نجيب عربيات على السوق مع التحرك الذاتي. بعدين في عندك الكونكتد كار، يعني العربية اللي بتكوني فيها المعقولة يكون عندك فيديو كونفرنس ومعقولة تبعت الإيميل وتقدر تعمليها بعربيات تحرك ذاتي. يعني كل هالتكنولوجي هيدي كلها مهمة لأنه نشوف البنفيت للناس اللي عم بيسوقوا وهيدي كلها رح توصل على السوق. كم حجم الإنفاق باعتقادك الذي ستضعونه على هذا المشروع؟ يعني نحن عم نحكي بإنفستمنت مليارات الدولارات، لأنه مثل ما بتعرفي مثلا شركة مثل رينو نيسان تصرف كل سنة بين 6 و7 مليار دولار بكل شيء ريسيرش وديفلوبمنت. وهيدا المجال التحرك الذاتي والكونكتد كار واللو إميشن كتير مهم مشاننا. يعني عم نصرف كتير مصاري، مش بس نحنا بس كل الشركات السيارات عم يصرفوا على زيت الموضوع. متى الأثر المالي لهذا المشروع ممكن يظهر على الشركة؟ يعني العائد على هذا الأثر؟ إيه معلوم، لأنه العربيات رح يكونوا كتير ناجحين، وبعدين في طلب هلأ، في اهتمام في جميع الأسواق، يعني بالصين وبأمريكا وباليابان وبأوروبا على هالتطورات. أتحدث عن تقسيم الشركة إلى أسهم، يعني كنا شفنا إعمار موز نجح في الاكتتاب وتم الوعد أنه سيكون هنالك إدراج إعمار الضيافة. لماذا تتأخرون اليوم في هذا الاكتتاب؟ أنا أشوف أنه في إعمار الضيافة ما أعتقد أن السوق مناسب في الوقت الحاضر، المؤسسة عاملة، فلذلك ننتظر نشوف خلال السنوات القادمة نشوف وضع السوق جيد، ممكن المجلس الإداري يعيد دراسة الموضوع. من كل قطاعات أو أذرع إعمار أيها الذي حقق النجاح الأكبر؟ المراكز التجارية سواء كان سينما أو مبيعات تجزئة أو غيره، أم وجدت قطاع الضيافة الفندقة؟ وين شايفين فرص إعمار إنها فعلا ممكن تشيل بالمحفظة تبعتها أو الاستثمارات من هذا الجانب وتموله أكثر في جانب آخر؟ شوفي، لا تنسي المجال العقاري هو الأهم، مصرحين طبعا بعضها تجي المراكز التجارية وبعدها تجي. أتحدث عن ما هو قادم، قيل إنه المعروض من الوحدات السكنية في مدينة دبي فائض كبير جدا، ومع ذلك ما شايفين الأسعار تتدنى. هل ستخففوا من عدد المشاريع؟ هل ستحاولوا أن تؤخروها؟ هل ستدرسوا أسعار السوق، طلب من السوق، أن تعولوا كثيرا على إكسبو وعلى المشاريع القادمة وتعتبروا أن دبي مختلفة عن كل العالم؟ شوفي، السوق يحكمه تجار ويحكمه مستثمرين، والمستثمر الشاطر يعمل حساباته ويشوف وضع السوق، ينزل مشروع إذا في حركة كان بها، إذا ما في حركة يتراجع، لأنه حتى لو هو ما يتراجع المصرف ما بيعطي قروض أصلا، يعني ولو أن الرجل أو الشركة شطار، هذا أولا. ثانيا إذا كان هناك يعني
منتج جاي ومشاريع نازلة، لابد أن السوق، لابد أن الأسعار تنزل، هذه طبيعة. ولكن أنا ما إحنا ما نشوف أن في أي أسعار في نزول، فمعناته أن لازال السوق يحتاج زيادة على حسب معرفتي. ولكن الزيادة في أي فئة من السوق، هل هي العالية هي المتوسطة، هذه تفاصيل. طبعا بالنسبة لاستثمارات الشركة، احنا الآن عندنا استراتيجية واضحة. الاستراتيجية هي التركيز على المنطقة عموما إذا في أي توسع جغرافي، لكن استثماراتنا أكثر راح تكون في ما نسميها الفيرتيكال آيتمز اللي مثلا ذكرت لك فيها الأشياء اللي مثلا لها علاقة الآن بالحوسب السحابي. أنا أعتقد أنه هذه تحتاج استثمارات كبيرة، استثمارات في المكونات الأساسية للثورة الصناعية الرابعة يتكلم فيها، ما يسمى الماشين تو ماشين والآي أو تي، هذه كلها راح تطلب استثمارات وبالتالي راح يكون فيها تركيز كبير. استثمار الجغرافي خارج المنطقة ما أعتقد أنه راح يعني نركز عليه كثير. نسمع مصطلح جديد هو كابكس تو أوبكس، ما هو؟ جميل. الآن مع المشاكل الاقتصادية اللي يواجهها العالم، كثير من الحكومات والشركات الكبيرة تحتاج أنها تضخ استثمارات رأس مالية كبيرة في قاعدتها التقنية، في الاي سي تي انفراستراكشر اللي يحتاجوها. شركات الاتصالات أنا أعتقد عندها قدرة أنها تحول الموضوع الكابكس، الاستثمار الرأس مالي اللي تحتاجه الإدارة، المؤسسة الحكومية أو الشركة، إلى أوبكس اللي يدفع على سنوات متعددة، وهذا من خلال الخدمات المدارة، من خلال الخدمات السحابية، بحيث أنه أعطي العميل اللي يحتاجه في الوقت اللي يحتاجه، وبالتالي ما يحتاج يعني استثمارات كبيرة في البداية. أنا أعتقد هل الكونسبت هذا كابكس تو أوبكس راح يكون يعني له تأثير إيجابي كبير على سواء الحكومة أو الشركات اللي تستثمر في الآي سي تي. أنا ما أعتقد هناك سوق في دبي يواجه فائض الوحدات. أول شيء في خلال 3 سنوات الماضية العرض كان في حدود 7-8 آلاف وحدة اللي أنجز، أوكي؟ نحن كنا تقريبا 30-40% من هذه الوحدات اللي سلمت. 3 سنوات القادمة أنا ما أشوف في أكثر من 10 آلاف وحدة تسلم من السوق العقاري في دبي. في هناك في حدود 480 ألف وحدة. لو تصورنا 4% نمو في السوق العقاري نحتاج إلى تقريبا 20 ألف وحدة سنويا، بينما المعروض اللي بيجهز بيكون مو بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية. فأنا بالعكس، ولذلك شفت الإيجار كان قوي 3 سنوات الماضية وما زال محافظ الإيجار. لذلك نحن اليوم عملنا بروموشن قبل كم يوم أن تشتري وحدة عقارية من عندنا ونضمن لك 24% دخل على 3 سنوات، يعني 8% سنويا، لأن واثقين أن 3 سنوات القادمة ما في أوفر سبلاي في السوق. حدثنا عن مشاريعكم القادمة، هل قمتم بتنفيذ حاليا مشاريع جديدة؟ من أين تحصلون على تمويلها؟ ونعلم جيدا أنكم كنتم من الشركات التي قمتم بإصدار سندات، ما هو حجم التمويل لهذه المشاريع؟ نحن اليوم أصدرنا سندات ب 650 مليون دولار في أبريل 2014. إجمالي قروضنا مع السندات ومع البنوك ما تتعدى 900 مليون دولار، بينما عندنا أكثر من 3 مليار دولار كاش في الشركة موجودة في حسابات الضمان وغير حسابات الضمان. مركز الشركة المالي جدا قوي الحمد لله، لأن تعلمنا من 2008 و2009 أن عين تكون دائما على الكاش فلو، بينما قروضنا أقل من مليار دولار، الكاش عندنا أكثر من 3 مليار دولار. نحن اليوم أكبر شركة عقارية في الشرق الأوسط من ناحية الأرباح. 9 أشهر الماضية أعلننا أرباح مليار دولار وهي الأعلى في أي شركة عقارية. مبيعاتنا 7 مليار درهم وهي الأعلى من ضمن كل الشركات العقارية. ونحن السنة الماضية واللي قبلها قاعد نسلم أكثر من 2500 وحدة وهي الأعلى من ضمن الشركات العقارية. السنوات القادمة عندنا تقريبا من 4000 وحدة قاعد نسلمها سنة بعد سنة إن شاء الله. طبعا الانشطه التشغيليه للشركه ممتازه، كل الانشطه التشغيليه في تزايد مستمر في
تحسن ملحوظ في عمليات التشغيلية للشركة. أما بالنسبة للسنة القادمة نعتقد أن في فرص ممتازة للمساهمين والشركة مستعدة لهالفرص. مبتدية بمخاطر نتيجة ارتفاع أسعار الفايدة بصورة قليلة لكن حصلت، خلت أنه يبقى في فلوس طالعة من الأسواق الناشئة ورايحة على الأسواق خصوصا السوق الأمريكاني. الصين فيها تباطؤ زي ما حضرتك ذكرتي، والتباطؤ حقيقي لأنه لو الستة وثمانية من عشرة دي ناتج حاجتين، في قطاع الخدمات وهو ينمو بمعدلات عالية، وقطاع الصناعي وهو ينمو بمعدلات ضئيلة للغاية. وبالتالي حصل أنه الطلب على المنتجات والطلب على المعادن والطلب على السلع الأساسية مش جامد، وبالتالي حصل انخفاضات اللي حضرتك شفتيها. الانخفاضات اللي حضرتك شفتيها دي هي تسببت أزمة في بعض الأسواق الناشئة اللي كانت مقترضة بأسعار كبيرة، ودي بعد كده هو الخوف وكل الخوف أنه تنتقل هذه الأزمة إلى أزمة مؤسسات مالية مقرضة باقتراض كبير لبلاد ومؤسسات في الأسواق الناشئة. ده العالم اللي احنا بنعيش فيه، والناس لازم حاسة انه ده عالم فيه مخاطر كثيرة، وانه الناس لازم احنا مش عايز اقول شفنا الكلام ده بصورته الحالية لكن قلقنا فيه من سنة كده. خلي بالك ان احنا اكبر مشروع عندنا هو مشروع مصير التكبير، ده 4 مليار دولار، 3.7 مليار دولار، وده هيبتدي تجارب بدء التشغيل ان شاء الله في نوفمبر القادم. فلما بنتكلم على خسائر، هي خسائر نتيجة ان احنا عندنا مجموعة كبيرة من المشاريع اللي لسه ما ابتدتش تعمل الانتاج بتاعها. لكن التخرجات اللي حضرتك ذكرتيها هي احنا من سنة كده هو جينا وفي دافوس السنة اللي كان سألتيني على التخرجات، قلت لك احنا عندنا برنامج تخرجات كبير متمثل فيه 9 شركات، احنا نفذنا منه 6 العام اللي فات. صار النفط طبعا متقلبة في كل العالم، وإحنا شايف إيش اللي حاصل الآن عندنا. طيران جزيرة ابتعدت تماما عن المضاربة بأسعار النفط، والله الحمد أتت بعوائدها هذه جيدة للسنة هذه. الانخفاضات اللي حاصلة هل هي الآن إحنا بالقاع؟ لا أحد يعلم، وفي احتمال كبير جدا أن تنزل الأسعار أكثر. من المؤكد أن هذه الأسعار أعطتنا فرصة كمان كشركات طيران أن نقوي ميزانياتنا، نحسن من أوضاعنا المالية، ونطلع للأمام إن شاء الله، نعطي خدمة أفضل وأسعار أفضل للمستهلكين. نزلت أسعارنا 20% خلال أقل من 7 أشهر تقريبا. أنا لا أتحدث عن الجزيرة، لكن الحقيقة الشركات الطيران التي نتعامل معها حتى الآن أسعارها ما تزال باهظة. على كل حال نتحدث عن طيران الجزيرة. آخر لقاء لك كنت معنا فيه من دافوس العام الماضي تحدثت عن استغناءكم تماما عن أسطولكم بيع الطائرات، وكان السبب أنه جسدها عريض وترغبون في اتخاذ أبدان تناسب نوعية الطيران الاقتصادي. هل ما زلتم في هذه الاستراتيجية، تستأجرون أم تشترون طائرات؟ كان الاستراتيجيتين العام الماضي، طبعا الوقت يمضي سريعا، كنا من سنة تقريبا الآن وبالضبط سنة الآن. خلال هذه السنة نجح طيران الجزيرة في تحقيق خطتها الاستراتيجية ببيع كامل اسطولها، سواء اسطول تأجير الطائرات اللي عندها اللي كانت تحت سحاب مظلة سحاب لتأجير الطائرات، أو اللي استخدمها طيران الجزيرة. في هذا البيع استطعنا أن نسدد كامل ديوننا، فاليوم أصبحنا شركة خالية من ديون تماما، وعدنا استئجار فقط الطائرات اللي نحتاجها بالوقت الحالي. حالياً الآن مكتفين ذاتياً، ما زالت أسعار الطائرات فيها تقلبات كثيرة، فلله الحمد إحنا بعيدين عنها. خطتنا نجحت بالكامل، أعطينا عائدات المستثمرين يعني فقط كثير من التوقعات، لله الحمد بهذه الخطة. وأسابك تتماشى مع الأسعار العالمية، وما حصل في هبوط الأسعار أثر على قيمة المبيعات، لكنه حجم المبيعات ولله الحمد متواجد. منتج سابق مطلوب في الأسواق العالمية أصبح ماركة مسجلة ومعروفة، براند نيم لسابق، نعتز فيه لأن المنتج السعودي بصفة عامة، والمنتج سابق
أصبح له سمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية. نتحدث عن تحديين، أولهم تراجع أسعار النفط، وهذا يعني أنه في تأثر بالنسبة للإنفاق الحكومي على المشاريع المستقبلية، ترفع الدعم الحكومة عن إمداد بعض من الصناعات أو رفع الدعم في الأسعار عن بعض من المواد الأساسية الأولية. سابق كيف ستحتوي هذا الموضوع؟ كيف ستستطيع أن تقف إلى أن تمر هذه المرحلة سواء على السعودية أو على حتى الدول المعتمدة بشكل كبير على النفط؟ أولا المملكة العربية السعودية تتعامل كحكومة مع هذه الأزمة، أسميها تعامل مدروس، وهناك دراسات وهناك ترشيد في الإنفاق، وهناك الدولة تبذل جهود بحيث أنه لا يتأثر المواطن مباشرة، لكن قد يكون إن شاء الله أيضا فيها فوائد أنه نعيد تنظيم الهيكلة الحكومة وهيكلة الأعمال. في سابق أيضا هناك إعادة هيكلة، وهناك النظر إلى الأسواق والمبيعات وحجم الاستثمارات. لعل هذه الأزمة تعود علينا إن شاء الله بالخير، لأنه حيكون هناك ترشيد في الإنفاق وهناك كفاءة في الإنفاق، وكفاءة الإنفاق هو اتجاه تتجه الدولة والقطاع الخاص اليوم، وسيلمس المواطن السعودي إن شاء الله فوائده في السنوات القادمة. طبعا احنا عندنا منطور المشاريع العقارية بشكل عام، ومو كل فصل يكون عندنا مشروع جديد نطلق، فيكون عندنا مشاريع طبعا نتائجنا تتحسن، لذلك كان الربع الرابع متميز. احنا بالنسبة لنا عام 2015 كان عام جيد جدا، بالرغم من يعني تعرف في قلق اقتصادي اليوم في المملكة العربية السعودية عن بسبب انخفاض اسعار البترول، ولكن مع هذا استطعنا استقطاب 23 شركة محلية وعالمية جديدة للمنطقة الصناعية، ومبيعاتنا الحمد لله في الوحدات العقارية ما زالت متميزة. لذلك نتوقع أنه عام 2016 يتحسن هذا الموضوع، تتحسن حتى مع ذلك نتائجنا. على الرغم أنه في تشاؤم من أنه ربما المشاريع الحكومية سيضطر إلى اقتطاع منها ترشيد فيها، ربما تأخيرها أو تأجيلها، لكن أنت تطمئن، هل لأنه نوعية المشاريع هي من المشاريع الديناميكية الحيوية وهي ضمن الخطة التنمية؟ إيه هذا صحيح. إحنا يعني مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كانت الفكرة منها والرؤية منها أن تكون يعني عامل محفز في يوم يكون سعر البترول انخفض، لأنه إحنا يعني تعرف برايفت، فلذلك نتوقع عام متميز. المشروع مبني على أساسيات اقتصادية، هذه الأساسيات ما تغيرت اليوم. الحاجة إلى زيادة في عدد السكان، والحاجة إلى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الحاجة إلى التطوير الصناعي والخدمات اللوجستية. طبعا الاستثمارات بشكل عام اليوم تتوزع في مناطق كثيرة للمجموعة، ولكن بالأخص طبعا الكويت هي المركز الرئيسي للمجموعة، وأغلب أعمالنا بالكويت. الاستثمارات الخارجية عندنا طبعا حسب الظروف والفرص اللي موجودة في أي مكان برا الكويت. أتكلم اليوم عن الكويت أو عمل المجموعة بالكويت. يمكن قطاع المقاولات اليوم بالنسبة للمجموعة هو القطاع الأهم. قطاع المقاولات اليوم يضم أمور كثيرة، المقاولات طبعا بشكل شتى أنواعها، بالإضافة إلى الباور جنريشن أو خلينا نقول محطات توليد الكهرباء. اليوم احنا كاي بي سي كونتراكترز بالكويت قدرنا ان نقوم في هذه الاعمال من والى من بدايه المشروع لاخره كتوتال اي بي سي كونتراكتر. طبعا الكلاينت او خلينا نقول الزبون الرئيسي هو حكومه الكويت، وفي عندنا طبعا نشاط المقاولات في الاويل اند غاز، واليوم احنا نشوف ان في مشاريع كثيره بالكويت قامت فيها الحكومه في قطاع الأويل اند غاز، تخلق فرص حق شركات مثلنا أن تستثمر في هذا الموضوع. نتحدث عن طبيعة كل هذه الاستثمارات، كيف مر عليكم عام 2015؟ أي من هذه القطاعات التي استثمرتم فيها ربما كان قد تأخر في النمو، يعني حصل معه تراجع، مع أنت ذكرت في بداية الحديث تراجع أسعار النفط، الإخفاقات فيما يتعلق بمستويات النمو العالمي، كل ذلك إلا ما يكون له تأثير على مستوى حكومات ومن ذلك على مستوى شركات. ما هي أكثر استثماراتكم التي تأثرت بهذه التحديات؟ طبعا الاستثمار المباشر في البورصة كان
يمكن كان شيء ملحوظ نزول البورصات كلها ان جنرال في المنطقه، ولها تاثير قوي في 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 المنطقه، وطبعا هذه تاثر على المستثمرين بصوره مباشره. اليوم اذا ابي اتكلم عن القطاعات اللي احنا انفولفد فيها او خلينا نقول قاعدين نشتغل فيها، خاصه المشاريع الحكوميه، نسمع اليوم ايضا عن شركات عالميه في قطاع الادويه تقوم بمحاولات لعقد صفقات للاستحواذات لكنها لا تنجح. باعتقادك ما الذي يجعل الحكمة تتخذ استراتيجيتها في الاستحواذ لعام 2016؟ هل لديكم نية لاستحواذات جديدة؟ طبعا شركة روكسان الاستحواذ تبعها سينتهي خلال الفترة القادمة، خلال الشهر القادم إن شاء الله، وعملية الانتجريشن في الولايات المتحدة مع الـ FTC أو عملية ما يسمى منافسة بين شركات الأدوية تأخذ وقت من ناحية legislation. الآن نحن عندنا ننتهي من الاستحواذ على روكسان، سنقوم بال ما يسمى بالانتجريشن بين الشركات، وهذه سيضع الحكمة أيضا في مصاف ستكون الشركة السادسة في الولايات المتحدة كجنريك كومباني، ومن هنا تبدأ المنافسة بشكل كبير، لأنه عندما تصبح الحصة السوقية للشركة كبيرة أيضا هذا سيضطر الشركات المنافسة الأخرى إلى مراجعة استراتيجياتها، خاصة في قطاع الأدوية الجنيسة. ماجد الفتيم هي من الشركة الرائدة في العالم العربي والشرق الأوسط فيما يتعلق بالتجزئة. نحن بنقدم أسلوب حياة مختلف لشعوب المنطقة والزائرين إلى الشرق الأوسط. تتألف مجموعة ماجد الفتيم من عدد من الشركات اللي هي رائدة في مجالاتها، كان بالشوبينج مولز المراكز التجارية، الفنادق، القطاع السكني، بالإضافة إلى البيع بالتجزئة عبر كارفور في المنطقة كاملة. عندنا حقوق في كارفور في 38 بلد، ونحن حاليا موجودين ب 13 بلد. بالإضافة إلى ذلك في عندنا جزء كبير اللي هو الترفيه والتسليه مع فوكس سينماز وماجيك بلانت. نتحدث عن قيمة هذه الأصول لديكم اليوم. يعني قيمة الأصول تفوق 10 مليار دولار في مختلف القطاعات، ونتائجنا المالية للسنة لم تعلن بعد، سوف تعلن قريبا، إنما نتائجنا المالية لسنة 2014 المدققة هي مليار دولار، 2015 سوف تعلن بعد تدقيق إن شاء الله قريبا جدا. لكن هل هنالك هبوط على الأقل؟ لا. يعني لا بالعكس، يعني حيكون مثل حسب المتوقع، رح يكون في عنا حاليا احرزنا نمو بالايرادات بالسنه الفائته، بالاضافه الى نمو في الربحيه. انت تعلم انه افتتح دافوس وكان مع بدايه العام انتكاسه واضحه في اسعار النفط، يعني الكل يتحدث عن 20 دولار للبرميل، وهنالك من يقول انه هنالك 10 دولارات للبرميل، هنالك شركه طاقه مشاركه. اتحدث عن النفط، اين تجد مستويات النفط بحسب المتحدثين في دافوس؟ لا شوف، النفط طبعا فيه انه خسائر، خصوصا خلال 6 شهور القادمه بيكون في تذبذب في اسعار النفط، وصوله الى 20 دولار او اقل او ما يقل من 20 دولار ممكن، يعني 80% من المتواجدين يقول لك والله راح ينزل اقل من 20 دولار. انما ماذا سيحصل قبل نهايه السنه؟ هل سيبتدي ان يرتفع؟ انا مع التصور انه نعم سيرتفع، لان السعر الحقيقي لازم يكون بين 45 ل 50 دولار. ولكن بناء على ماذا؟ بناء على العرض والطلب في نهايه المطاف. في امور كثيره، في موضوع الصين، يعني في تخوف عن الصين، في ان الصين السنه حتكون اقل من 6% النمو في الصين، وهذا طبعا ضئيل جدا للصين، فهي له تاثير مباشر على اسعار النفط. دخول ايران في السوق له تاثير، طبعا التاثير دخول ايران اوريدي محسوب في الارقام، انما دخول ايران، وايران مو فقط دخول ايران في السوق، الامور الاخرى المتعلقه في المنطقه كمان. اول شيء زحمه السيارات رهيبه في دافوس، هذه اول شغله. بالحقيقة يعني كانت الزيارة كمان زي الزيارات السابقة، هي تفتيح مدارك، وهي التفاعل مع الناس ونظرة الناس والخبراء في مجالات مختلفة، بتعطيكي آخر الأفكار اللي المطلوبة لرجال الأعمال والسياسيين كمان نفس الوقت. وكانت يعني كمان تجربة مثل سابقاتها، فيها تجديد كتير، مع أنه صارت شوي تقليدية بس ما زالت الأفكار متقدمة وفعالة.
أتحدث معك عن مجموعة السلام، كيف استطاعت المجموعة أن تجنب نفسها من الوقوع في الأزمة المالية التي يقال أنها قادمة الآن؟ نحن نتحدث عن أعتاب أزمة مشابهة لل 2008، لكن ما الذي يختلف هذا العام باعتقادك أو هذه المرحلة عن سابقتها؟ أعتقد الشيء الكويس إنه المنطقة تبعتنا والعالم بشكل عام لسه طالع من أزمة 2008، فهذه يعني كتير بتذكر الناس. عادة الأزمات بتيجي كل 20-30 سنة، بس تسارع الأحداث في العالم خلى الأزمة الأولى والأزمة الثانية قريبين من بعض كتير، فما في 7-8 سنوات ولا إحنا على أبواب أزمة جديدة. فهذا الشيء طبعا في أصبح نقدر نقول أصبح عندنا خبرة من التعامل مع الأزمة السابقة. من قلب جبال الألب السويسرية من مدينة دافوس، شكرا لكم، إلى اللقاء.